والآن ننتقل بكم مشاهدينا الكرام إلى مجمع السيتي سنتر في المنامة، ومراسلتنا من هناك الزميلة إيمان شرف. مساء الخير إيمان، وكل عام وأنت بخير. هل لك أن تضعينا في صورة الحركة في أسواق البحرين في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وتحديدا من موقعك الآن في السيتي سنتر؟ أهلا بك صالح، أنا الآن متواجدة بمجمع سيتي سنتر البحرين. الأجواء هنا جميلة جدا، التقيت بالمواطنين المقيمين، الأخوة من دول الخليج الذين عبروا عن زيارتهم التي وصفوها بالموفقة إلى المملكة لإمضاء أجمل الأوقات هنا في مملكة البحرين. كما أكدوا على يعني معلومة هامة، وهي أن لا زالت المجمعات في مملكة البحرين يعني تحظى بمكانة هامة في تنشيط السياحة في المملكة لاحتوائها على وسائل الترفيه كدور السينما، الألعاب الترفيهية، وفرصة التسوق، بالإضافة إلى المطاعم. وجميع هذه يعني الأمور يعني تخدم جميع أفراد العائلة. نعم. طبعاً ويعني نريد أن نؤكد على معلومة هامة، وهي أن إدارة المجمع يعني تقوم جاهدة إلى تنظيم حركة دخول وخروج السيارات حتى يعني تكون الحركة ميسرة في الحصول على المواقف. طبعا صالح يعني الكل هنا سعيد يعني بالعيد، ويعني الكل فرحان، وانا يعني انتقص هذه الفرصه واعايد بالجميع، وكل عام وانتم بخير. إيمان شرف، مراسلة مركز الاخبار بتلفزيون البحرين، شكرا جزيلا لك.